لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا بكم دكتور. دكتور، أصدرتم في قسم حقوق الإنسان إحصائية توثق حصيلة حملة الدهم والاعتقال التي نفذتها القوات الحكومية خلال الشهر الماضي فقط، كيف تقرأ هذه الأرقام التي وردت في الإحصائية؟ حقيقة هذه الإحصائية تضم الأرقام المعلنة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية الحاليتين. وبالتالي نتكلم نحن هنا عن اعتقالات جرت في حملات دهم واعتقال معلنة، ناهيك عن يعني غير معلن وهو أكثر بكثير من هذه الأرقام. وكل هذا يعني مع هذه الأرقام تدل أن التهم جاهزة، وأسهل شيء في العراق اليوم مع الأسف الشديد هو كيد الاتهامات كعنوان مكافحة الإرهاب أو مكافحة داعش. يتم استغلال هذا الأمر من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها للتدليل والإذلال والنيل من كرامة العرب السنة الحقيقة، لأنهم هنا يعني تقريبا الشهر الماضي لدينا حسب الرصد أكثر من 77% من الذين تم اعتقالهم وأعلن عنهم هم متهمون بالإرهاب، وهذه التهم كما محكوم لدى الجميع هي تهم ملتصقة بالمكون العربي السني في العراق. سجلت هذه الإحصائية أيضا زيادة في الانتهاكات المرتكبة ضد المواطنين خلال شهر شباط الماضي، كيف تفسرون ارتفاع نسبة هذه الانتهاكات في الفترة الأخيرة؟ ارتفاع الانتهاكات في العراق زادت بشكل ملحوظ ومرعب بعد الإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية الكبرى لاستعادة المدن التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة. وبالنتيجة هنا لدينا استفراد من قبل الميليشيات في هذه المناطق وفي المناطق التي تنتشر فيها أصلا، ورصد القسم أكثر من 100 انتهاك بمحور القتل والإصابة خارج القانون خلال شهر شباط الماضي فقط بهذا المحور، والمحاور الأخرى مزدحمة بالانتهاكات حقيقة التي تجري من قبل الجماعات المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران بتواطؤ من القوات الحكومية إن لم يكن بغطاء رسمي من قبلها. فبالنتيجة لدينا مشكلة مركبة هنا، أنه زيادة هذه الانتهاكات بالإضافة إلى انتشار جرائم السطو والمساومة وجرائم الصرف المسلح على البيوت والمحال التجارية جهارا نهارا كما ذكر، يعني القوات الحكومية إن وجدت فهي لا تحرك ساكنا، وبالتالي لدينا فوضى أمنية كبيرة. إشارتكم لهذه الفوضى الأمنية ربما تقودنا لشيء يتعلق بذلك، إلى أي مدى تظن أن سياسة الاعتقالات هذه وما يرافقها من انتهاكات في حق المعتقلين يمكن أن تحقق الأمن الذي تتحدث عنه هذه القوات الحكومية؟ تمام، يعني هذا دليل آخر، هذا دليل آخر على أن الاعتقالات التعسفية تستهدف الأبرياء، تستهدف الناس الذين ليس لهم حول ولا قوة، والجنات طلقاء أحرار يعيشون في الأرض فسادا. فعدم تحقيق الأمن والفوضى المستبدة يعني في المشهد العراقي اليوم دليل على أن هذه الإجراءات الحكومية التعسفية الانتقامية الطائفية البحتة هنا هي تستهدف كون العربي السني كما ذكر دون غيره، وبالنتيجة يعني لا يمكن تحقيق الأمن في ظل هكذا معطيات. بالنهاية كيف يبدو الموقف الدولي حيال كل هذه الانتهاكات المستمرة والتي باتت ظاهرة شائعة في العراق؟
اختصار مسؤولية المجتمع الدولي مسؤولية مركبة حقيقة، يعني مع العلم ومع الإعلان من قبل المجتمع الدولي بالجرائم والانتهاكات والفظائع التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات والدعوات والنداءات والمناشدات لعدم إفلات المجرمين من العقاب، هذا باعتراف المجتمع الدولي وبعلمه المسبق بفشل هذه الحكومات وفساد الحكومات، حكومات الاحتلال المتعاقبة والتشكيلة الحاصلة في العراق اليوم، الكثافة الميليشياوية التي نتجت عنها الانتخابات الأخيرة، ومع ذلك المجتمع الدولي يغض الطرف أو يعني يرى بعين واحدة للواقع العراقي. النتيجة هو يعني ما وصلنا إليه اليوم في العراق هو بسبب هذه الحكومات الفاسدة والفاشلة والضالعة بالانتهاكات والجرائم، ومع ذلك المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا بل يدعم هذه الحكومات، يقدم لها الدعم اللوجستي والتسليح والتبرير والتسويق وفي الأروقة يعني في الأروقة الدولية، ومع ذلك يعني فهو مسؤولية مركبة على المجتمع الدولي. نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.